في الحرم. يعني ايه؟ طب ايه رأيك بقى ان انا مش هطلقها لحد ما تيجي تبوس الجزمة؟ مش هتقدر لان وهي في المستشفى خدت تقرير طبي بيقول ان انت السبب في كل اللي حصل. لو قدمته للنيابة هتطلقها غصب عنك وعن عين ابوك. المستشفى دي اللي انت مرضيتش تعفر تراب جزمتك انك تروح تزورها. عرفت بقى ان كلامي صح؟ عايزة تطلع عشان يخلالها الجو وتتجوز الوقت. عيب الكلام ده يا عاصم. ده مش كلام يا امه. بنتك سناء وانا بضربها بعد جوازها العرفي من عائل الواطي ده قالت لي الحقيقة. قالت ان ربنا مراتي كانت بتحب الواد ده وان هما كانوا هيتجوزوا لولا بقى ان انا سبقت واتجوزتها، وان اختي كانت بتسهل لي الجوازة عشان يخلالها الجو. مش هي عايزة تطلق؟ ماشي انا هطلقها، بس وعز جلالة الله لا خليها زي البيت الواقف، واللي هيقرب لها هجيبه الاسم وهعلقه من رجله لحد ما يفرق الدنيا. امشي بره. هتسيبه يعمل اللي بيقول عليه ده؟ ابنك ده احنا اللي بوظناه، احنا اللي دلعناه، كان كل ما يطلب نديله يطلب اكتر واكتر واكتر. محتاجين بضاعة يا معلم وعايزين فلوس. عايزين اجهزة منزلية ولا محمول؟ اجهزة طبعا يا معلم. وانتوا شايفين ايه؟ الاجهزة المنزلية نحط فيها فلوس ولا المحمول؟ والله يا معلم الرأي رأيك والشغل شرتك. طب ما انا مكبركم وقعدكم قدامي اهو، لازم تقولوا لي نعمل ايه؟ لا مؤاخذة يا معلم، احنا طول عمرنا لنا زبون في الاجهزة، والاجهزة ارشاح حلو. لا المحمول اخف ومكسبه اسرع، وبعدين اللي بيجي يا معلم بيشوف اجهزه بيشوف على المحمول والعكس برضه صحيح. خلاص لما نجيب نبقى نحسبها سوا. السلام عليكم. سلام ورحمه الله وبركاته. مشغول يا معلم اجي لك وقت تاني؟ لا 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 لا، روح انتوا هاتوا البضاعه اللي انتوا عايزينها وبعدين هقعد معاكم نتحاسب مع بعض. ماشي يا معلم. يلا بالسلامه. سلام. في ايه يا لابط؟ كلمت صاحبك؟ هكلمهولك بس يقول لي المبلغ كام؟ 65,000 يا معلم ومش هتنازل عنهم. الله، انت هتنح معايا؟ طب اطلع بره دلوقتي لما اكلمه في التليفون. ماشي، بس خلي بالك انا بشحت والشيطان قرب يلعب في دماغي. انا مالي بقى يلعب في دماغك ويلعب في عينيك؟ اديني فرصه اكلم الراجل ولا ابعتك ليه تتفاهموا سوا؟ يلا استناني بره اطلع. ماشي يا معلم. يلا حبيبي. ايه الخط؟ ها يا زيزو. ايوه موجود عندي يا سيدي، ومتعصب ومتنرفز وعينيه مطلع شرار. طب انا اعمل ايه؟ ايه؟ 65,000. طب انا هدفعهم له واصحاب الفلوس يرجعوا يدفعهم تاني، يبقوا دفعوا مرتين؟ ازاي يعني؟ مش فاهم. ايه في التليفون ده افضل يا عمدي؟ خلاص سلام. تشرب ايه يا معلم؟ مش عايز اشرب اي حاجه. الواد النطع اللي بره ده واقف عندك عايز ايه؟ بالراحة ليه؟ الواد غلبان ولسه خارج من السجن وعايز ياكل عيش. لا مش عايز ياكل عيش ولا حاجة يا قنديل، انت فاهم كويس قوي. الافندي بيقول ان روح عند بنتي 65,000 جنيه. تعرف تقول لي لمهم منين ال 65,000 جنيه دول؟ اهو انت كده قصرت عليا. بقول لك ايه؟ نعم. هو فعلا اداها ال 65,000 جنيه؟ نديل يا نديل، خلينا نقطع عرق ونسيح دمه. عايز افهم منين الافندي ده وهو مجوزه بنتي وانا اللي مشوره ما دفعش مليم ابيض، ازاي قدر يحوش 65,000 جنيه من ورايا؟ خلاص بقى يا معلم، عشان نقطع فرط ونرتاح. اسمع نديل، قول له اهبط شويه كده لحسن قسما عظما. اخلي الواد عاصم ابني يحبسه المره دي بقى، مش سرقه ولا حاجه، لا ارهاب، يعني يعيش ويموت في السجن. امر يا بركه. التليفون ده اخدته منك من يومين اتنين بس، واول ما حطيت الشريحه الشركه بعتت لي رساله ان الموبايل مسروق ومتبلغ عنه. متبلغ ايه ومسروق ايه؟ الكلام ده مش عندي، ده فاترينا تاني يا حبيبي.
عند علي مفيش الكلام ده، بشتغلش في المسروق اتكل على الله يابا. يعني هتنكر ان انا خدت منك التليفون ده وما رضيتش تديني ليه اي ورق بأمارة ما قلت لي انه جاي من بره؟ الله، طب ما هو جاي من بره يا عم، وانا عامله تحت الفاترينا ولا ايه؟ ايه البلاوي السودا اللي بتتحدف علينا دي؟ وبعدين يعني هو انا مغسل وده من جنة؟ ايه ده بس افهمك، انا بيجي لواحد محترم كده زي حضرتك عايز يبيع جهاز المستعمل بشتري منه ومن غير ورق، يجي واحد تاني برضه محترم زي حضرتك كده عايز يشتري الجهاز ببيعه له وبرضه من غير ورق، غلطتش انا؟ اهو طالع مسروق والحكايه بانت، اخش انا السجن بسببك؟ وبعدين بقى السجن ايه؟ ما توترنيش بحكايه السجن دي، اعمل لك ايه دلوقتي؟ تعمل لي ايه؟ تاخد تليفونك وتديني فلوسي وترجعوا الحرام اللي سرقوا منك. لا بقول لك ايه، حرام وسجن والكلام ده، بقول لك يا بركه عشان نخلص كده، عشان احنا بنلفلك مع بعض ونجيب من الاخر، لو انت معاك ورق يثبت ان انا بعت لك الجهاز ده روح اشتكي يا عم. انت كده بتنكر. طب انا همشي من هنا حالا، اروح على اسم الموسكي اعمل لك محضر. الله يسهلك يا عم، ايه البلاوي اللي بتتحدف علينا دي؟ وانت يا عم صبر. الله معلم زيزو، الواد علي مش في السليم، بيشتغل في الشمال يا ريس. الشمال؟ مش فاهم. بيشتغل في المقلوب والمبلول والتلاجات وكل حاجة مضروبة. طب وانت ايه اللي عرفك؟ الواد ده لامم شوية عيال صيع وحرامية اصحاب بكره. اصحابه ده؟ ايوه، بيسرقوا الموبايلات من الناس ويبيعوها له، يبيعها للناس، يعني كده سمعة شارع عبد العزيز بتبقى زي الزفت يا ريس. اطلع عين امه بكره، روح هات الواد ده حالا. عايزه صحي؟ عايزه نايم. روح هات الواد ده. قوم يا معلم. تعال. انت مزعل الحاج ليه؟ وطي على ايده بوسها دلوقتي وما تتكلمش ولا كلمه لاحسن، والله العظيم اقوم الزقك في الحيط. وماله بوسها؟ الحاج خيره عليا وما ينكرش غير ابن الحرام. اقعد يلا. ماشي يا معلم. شفت؟ اهو رضي عنك اهو. اتكلم بقى كده بالراحه وعلى مهلك بدل ما الزقك على قفاك. 65,000 جنيه تلمهم ازاي من شغلك معايا وانت ايدك نظيفة يا بهلول؟ شقايا يا معلم، من وانا شغال عالتلف الشارع لحد ما انت دخلت لي السجن. يا تلم لسانك لقطعهولك يالا. وفلوسك اللي هم شقاك وحلالك وتعبك زي ما انت بتقول تديهم لمراتك ليه؟ زي ما تكون بتاوي قتيل. لا 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 الله، مش مراتي يا معلم، يعني الحق علي انا، مش التغمش مع حد تاني. هي كلمة واحدة مش عايز لها تاني. سرقتني وانت شغال عندي ولا لا يا بهلول؟ كده بانت لبيته خلاص. اسمع، الحاج مش هيدفع لك حاجة، انا اللي هدفع لك، بس مش 65,000 زي ما انت قلت. امال كام يا معلم؟ هنديل. ها؟ اديله 10,000 جنيه. والله العظيم ما ينفع. 10,000 جنيه ايه؟ ما ينفعش يا معلم. ليه ما ينفعش؟ ليه ما ينفعش يا معلم؟ 10,000 جنيه قليل قوي يا اخويا. هديك 40 خلاص، لو اتكلمت كلمة تانية هرجع للعشرة تاني. فاهم ولا ما انتش فاهم؟ السلام عليكم وحدة الصوت. اهلا. انا عايز اعمل محضر. ايه هو اتسرق منك محمول انت كمان؟ لا انا انضحك عليا واشتريت محمول وطلع مسروق. ما احنا شغالين في المحروق بتاعكو ده من الصبح. روح يا ابني، ولما تشتري محمول بعد كده ابقى اشتريه بورقه كامل. يعني ايه؟ ده انا دافع فيه مبلغ كبير ولازم تعمل لي محضر. يا ابني قلت لك روح، القانون لا يحمي المغفلين. انت كمان هتغلط فيا ولا ايه؟ بقول لك ايه، انا مش ناقصك. الله يا هلو يا فتح. تمام يا باشا. هقول لك انا يا باشا، انا اشتريت محمول وطلع مسروق ومش راضي يعمل لي محضر. محمول ده بقى اكيد اشتريته من شارع ابو عزيز. ايوه يا فندم. تعرف اسم اشتريته منه؟ طبعا يا باشا، اسمه علي. لا اسمه مش علي، اسمه عبد عزيز. عبد عزيز عبد الرحيم فضل. بس يا باشا اللي اشتريت منه المحمول كلهم ياب بيشتغلوا عنده. اهي الاوان بقى ننظف الشارع من العيال الوسخه دي. اعمل لي محضر افتحه ضد عبد عزيز وبحذرك تبلغني. هات اذن يا ابو حصل، انا جوه. تمام يا باشا. اسمك ياد وبطاقتك. اسم ناصر وبطاقتي اهي. بطل هذا البلطجة بينزل مطوى. يا وطي صوتك. وانت يا عم شابر وطي صوتك. عايز تشتغل في الشارع لسه عادي؟ توطي صوتك. عايز تشتغل في الشارع لوحدك يعني واحنا ما ناكلش عيش ولا يا عم شابر؟ مش بتشتغل في المقلوب والمبلول والمسروق؟ وانت مالك يا عم؟ اشتغل صوتك لسه عادي وانا قفل البطوة فتحتهاش. شوف يا علي،
انت عارف كويس ان تليفون صغير مني يوديك ورا الشمس. بس كده مش شيك على فكرة. ولا كتاب علم الادب باسم المعلم زيزو الفصل الثالث، لما تكلمه تلزم الصمت. تلزم ايه؟ الصمت وتقفل صدرك. لب نفسك. انت كبرت علينا يا اسطى. امال ايه؟ كبرت قوي. اتكلم عدل يا علي، شغل الثلاث ورقات بتاعك ده ما يعضش معايا، ده يوسخ شارع عبد العزيز بس يا حبيبي. ودول تجار واكل عيش ناس، يفرموك يجيبوك على الارض انت ودكانك. اه زي ما حرقوا دكانك. الزم الصمت وصوتك واطي. زي ما حرقوا علي. زي ما حرقوا دكانك قبل كده يا اسطى. ماشي، صف حسابك معانا ولم بضاعتك وجرودها يا اسطى، وشغل المبلول والمسروق انا هعرف احاسبك عليه بعدين. ماشي يا اسطى، نجرد البضاعة. خد يا عم، فرقت لي عليها 30 مرة مش عارف اسوي انا. بلغت عمي ومافيا. ايوه افرق بقى كده وسمي نفسك اسم مرعى. اه الاسم عزت يا باشا. انت منين يا من دار السلام. خد يا ابني الواد على الحجز. ممكن اعرف انا هنا ليه؟ هات لي شاي يا ابني. انا ما اتجابش بالطريقه دي يا باشا. ممكن اعرف انا هنا ليه؟ واحد اشترى تليفون جات له رساله بعد ما ركب الشريحه ان التليفون مسروق. بتسرق تليفونات يا روح امك؟ بتسرح عيالي وعامل تشكيل عصابي؟ ده بلاغ كايدي. واتكلم بادب. اوعى تنسى ان انا عضو في الحزب ومش عضو عادي، لا امين تنظيم. وانت عشان عضو في الحزب اسيبك تسرق يا روح امك؟ اعمل اجراءاتك يا باشا من غير طولة لسان عشان ما زعلكش. انت بتهددني يا ده زباله. ماشي مش هعديها لك وهخليك تعتذر وقدام سيدك. حصل لنا الرعب. هتعترف بالمسروقات ولا لا؟ ايوه ما حصلش. وبعدين ان كان على المسروقات يا سيدي روح اسال ابوك الحاج شرشابي اللي طول عمره بيشتغل في المبلول والمسروق وانا اللي بغطي عليه. اساله عن صفقه الغسالات الاوتوماتيك مين سترك فيها؟ مش زيزو الكهربائي برضه؟ الو. يا زدان باشا ازيك؟ تاني يا باشا، ده بلاغ من مواطن ضد مواطن عادي، بلاغ بالسرقة وانا بعمل واجبي. لا ان كان على الجمايل احنا ما نجملش اعز منك، بس ده محضر رسمي وانت فاهم بقى يا باشا. طبعا تشرفني. مستنيك يا باشا. ما جيتش اتجوزتها ليه؟ مش قادر تتنازل وتكسبني. ده انت حتى لو كنت جيت عزتني في مراتي اللي راحت كنت ركبتني حق. قال له كنت حاولت اصلح الغلطه. مهما عليت هتفضل عيل واطي. ورقتي اللي عندك يا يقولي واللي حصل ده قرصة ودني عشان تعرف اني قادر عليك. ما يقدر على القدرة اللي ربنا يا باشا. عيب. وانت هتفضل طول عمرك حقود وغبي وخسران. عارف ليه؟ عشان ما عندكش ثقة في نفسك. بتشك في كل الناس حتى في صوابع ايديك. كده بقى يبقى هتعمل لك كليب زي اللي شفته عشان تفضل طول عمرك
عينك مكسورة ووشك في الأرض. معاش اللي يكسر عيني يا باشا. طب طمني عليه يا عم فتيحة، هو فين دلوقتي؟ جوه عند عاصم بيه بيحقق معاه. طب ينفع تدخله؟ لا طبعا ما ينفعش، هو ما يخلص التحقيق هيخرج. طب انا عايز اشوف عم مفتاح. طب هقول لك على حاجه يا ابني، انا ورايا شغل كتير. الله، هو مراناش غيرك ولا ايه؟ اقعد استنى شويه. طب بالراحه عم مفتاح، بتزعل ايه؟ طيب حاضر هنقعد نشوف اخرتها. بالبساطه دي هي سايبه ولا ايه يا جماعه؟ لا خلي بالك بقى ان انا فاهم في القانون كويس قوي. اخويا من حقه محامي يحضر معاه، ومن حقنا كمان نشوف المحضر. لا ده مزعل ايه؟ انا مش واد سيادتك، ولو سمحت ما تعمليش عليا المتهمه مع عندك. ما تزعليش. انت بترد عليها روح امك؟ لو سمحت يا باشا ما تجيبش سيره امي بعد اذنك. خد الواد ده جوه رمضان. خدني على حقنا بقى. يلا دي في اكتر مره. هي ايه يا جماعه؟ يلا اطلع قدام. ماشي ماشي اطلع. في ايه يا حاج صبري؟ حاجه من عينك ولا ايه؟ اهلا يا زيدان باشا. اولا انا اسمي سياده اللواء زيدان. ثانيا لو انت مش فاهم ان من حقي كنائب اقدم استجواب لوزيرك بسببك، انا افهمك بقى. يا فندم انا بشوف شغلي. شغلك تعمل محضر بادله وتحوله عنيابه، بس مش تتطاول على ناس محترمين وتمرمطهم معاك. يا فندم لو سيادتك مش عاجبك شغلي ما تيجي بقى مكاني وتشوف تعمل اللي انت عايزه. يا ابني انا كنت مكانك لغايه ما بقيت مساعد اول وزير. كلامي معاك مش هيبقى قدام المخبرين على اول حال. يعني فين يا ابني سيادتك عقد عادل؟ في الدور الثاني. فين؟ في الدور الثاني. طيب وسمي نفسك اسم مره. بس يا اسود يا ولاد الجنيه، لحقتوا تجيبوا الكلام ده ازاي؟ انا هقول لك اللي حصل. استناني. زيزو بعت لنا مشهد وقت وهو موجود في الاسم. يا عم انت بتكلمني انا ليه؟ انا كنت معاك. قول له هو في الوقت اللي كان الامين رجائي بيصور الكريب اللي عاصم بيقدر فيه الراجل الطيب. الامين رجائي ده بقى حبيبي وكيفه عندي. خلصت المشوار ده كله معاه ب 300 جنيه وصباع. 300 جنيه وصباع؟ وبعتها لي بالوتوس. يا ابن الحراميه 300 جنيه وانت واخد مني 500 جنيه عشان الكريب؟ الحشيش ده مش بفلوس ولا ايه؟ هتخليني اغيب عليك في محل اكل العيش واعورك في حواجبك واخفلك من على قرطك؟ والعيش والمال والصحوبيه اللي بيننا. فكك من الذكريات دي يا شبرو. والقميص البن مين اللي جابهولك؟ انت اللي مختاره، بس انا اللي دافع ال 30 جنيه. وال 45 جنيه بتوع الكوتش الابيض مين يا بكرو؟ صدق ركبتني الغلط يا شبرو، حك عليا. خلاص يا عم امين رزق منك ليه؟ اتفضلوا اتفضلوا. بيني وبينك لو سرسقت معانا يعني هنعمل من الكريبات دي البون. الله، وتبقوا نجوم بالبلوتوس والكريب. منك لله يا زيزو، جبت لي مصيبتين. ويكون في قلبك اللي هو بدا كلهم في الاسم حبايبي، ومصوروني كربات كتير قوي وانا بتضرب. وهتبقى نجم يا بكر، وهتبقى نجم ما تقلقش. ارحمني يا رب ارحمني. طب بقول لك ايه؟ واحده هتستنى زيزو كتير؟ زيزو راح مشوار مع زيدان الدوري. زيدان الدوري؟ زيدان الدوري. طيب يا معلم اياد هنعمل ايه مع الواد علي؟ ما هو علي ده سبب المصايب كلها. ولا انت كنت تعرف ان علي شغال في المسروق؟ يا عم ما اعرفش انا الحاجات دي. ولا من غير لف ودوران يا عم. انا ما بفوقش انا عشان اعرف علي وما عليش. بقول لك يا اياد، خد الفلوس بتاعتك قدها وجبرنا. شابرو، كنت تعرف ان علي شغال في المسروق؟ انا كنت نايم على وداني. ده مش شغال في المسروق بس، ده شغال في المسروق والمقلوب والمبلول كمان. لا سلامة ودانك. وايه المقلوب ده راخ؟ مقلوب يعني ان هو بيمسك الموبايل بيغير البودره بتاعته، بيخليها بودره. بودرة الله يخرب بيتك، هتودينا في داهيه اسمها بورده. ديت، وبيغير الكفر بيخليه كفر تاني، يعني بيدمر الموبايل كله. كفرت سيئاتي، كفرت سيئاتي منك لله، لما انت عارف ان هو بيعمل الزفت ده كله. ما خبطتوش قلمين على وشه ليه بدل ما نروح كلنا في داهيه؟ يا عم ياد الكلام ده كان ايام الشقاوه. وعلى فكره الواد علي ده ما بيشتغلش لوحده يا بكرو، ده معاه شويه عيال ساعه بيشتغلوا تحت بير السلم، بيمرمطوا الموبايل كله. بيبرمجوا. هتنسيني الكلام منك لله؟ بقول لك خد الوصل بتاعك راجعه وقطعه قدامي. يلا شكرين يا عم اياد. بس بيني وبينك يعني اللي انتوا بتعملوه معانا ده ما يصحش، يعني قدام العيال السريحه والعيال اللي بيبيعوا طيار. يعني كفايه كده، ولا انتوا لسه بتشكوا فينا وبتدونا وصولات امانه وحاجات كده؟ يعني اخص عليك يا شباب،
تصدق بقى تزعلني منك. هم كلمتين كنت مزنوق فيهم وحابب اقولهم لك. هو فيها برضو الكلام ده؟ هو في عمايلنا وعمايلكم برضو يا جدع؟ احنا واحد يا جدع. بس النمره دي بنعملها مع العيال عشان بس كله ياخد باله. ماشي ما تزعلش مني. اسمع ده بكره جاي في طريقه اوصلك ولا ايه؟ ده انا متفق مع العميد رجاء هيروح يعلقوني في الاسم ويصوروا لي كريب. صوروك لوحدك؟ طب وضع منك ايه؟ اطلع بره. بره 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 من حرق دم. الو 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 يا عم زيزو انت فين يا عم؟ عند زيدان في المكتب؟ طب انت هتغيب عنده؟ لا انا هقفل وهطلع بقى. طب انت جاي ولا ايه نظامك بالظبط؟ شفته دي مصيبه دي. طيب ماشي ماشي هستناك هستناك لما تيجي نتكلم بقى. يلا سلام. بقول لك انا هاخد الفلوس معايا مش هسيبها في الخزنه. حاجه في دماغي كده لما تيجي هقول لك. عشان بس لو جيت فتحت وما لقيتش الفلوس ما تتخضش. يلا سلام. بقول لك ايه منك لله. سلام. ما خلاص بقى يا عبد العزيز بيه ما الموضوع اتفضل. ما انا لو عديتها له يا باشا هيسوق فيها. بص سيبني انا اتصرف ولو ما عجبكش بتصرف انت بعدين. والله العظيم يا باشا لولا ما عليك لكنت فرمته. لكن اعمل ايه؟ اللي تشوفه سيادتك. لا 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 بص يا زيزو انا عايز مزاجك حلو على الاخر. ما تنساش انه بكره ميعادنا مع المحافظ. تلاش يا باشا انا ظبطت كل حاجه وعملت الحجز. بقول لك يا وليد ما تيجي معايا بكره تشوف قريه اخوك السياحيه والمره تغير جو. ممكن برضه. بس قول لي يا باشا بعد اذنك بصفه سعادتك يعني مساعد وزير سابق هو في تعليمات عليا للضباط يتعاملوا بسخافه مع الناس؟ خش عني يا اخوك يا زيزو انا مش قده. يا باشا والله العظيم وليد بيعزك جدا وكان نفسه يجي قابل معاليك. ما هو مشرفنا في البنك وقريب جدا هيترقى كمان. بس يا ريت بقى يخليه في المحاسبه وبس. يا باشا البلد محتاجه اعاده تاهيل و طبعا اللي محتاج يتكلم في البلد لازم يبقى على درايه كامله بالمخاطر اللي بتتعرض لها من الداخل والخارج. بص ابقى فوت عليا مع زيزو وانا هشرح لك بعدين يا وليد. ها يلا وصلكم بالعربيه. لا يا باشا انا عايز سعادتك 10 دقايق كده. توكل انت على الله واحمد ربنا انك هتنام النهارده في حضن امك. ماشي بس الكلام ما انتهاش بينا هنكمله بعدين. تشرف. السلام عليكم. مع السلامه. سلام يا وليد. ايه يا زيزو كنت عايز تقول ايه؟ والله يا باشا انا استخرت ربنا وقررت ارشح نفسي للمجلس الدوره الجايه. بس ده لسه بدري. وماله نشتغل عليها من دلوقتي. وانا طبعا محتاج اسمع خبره حضرتك الطويله في المشوار ده وابدا من اول السطر. اشمعنى يعني انت عمرك ما فكرت في كده؟ مليك شايف يا باشا بقينا نتبهدل ونتجرجر على الاقسام. الحصانه يا باشا خلينا نشوف شغلنا بهدوء. ايوه بس عضو مجلس الشعب زي ما له حصانه عليه قيود كمان. يعني مثلا مش هتعرف تخلص شغلك بنفسك. دي بقى مقدور عليها بس سيادتك توافق وترحب. وماله؟ خد مقعد العمال وانا الفيات. بس لازم تراضي الحاج طوخي عشان ده مقعده. سعادتك انا مستعد لكل حاجه. ماشي. بس فاضل مشكله صغيره يا زيزو. مجلس الشعب يعني وجاهه وسمعه واسم نظيف. ما تفهمنيش غلط. انا عارف ان انت راجل زي الفل. اللي تقول عليه يا باشا. إذا كان اللي أقول عليه يبقى تتجوز سناء. هو الراجل المفضوح ده كلمك؟ كويس إن هو كلمني. مش أحسن ما يكون طلع الورقتين العرفي دول ساعة الانتخابات ويبقى المجلس بالنسبة لك باي باي؟ وسمي نفسك اسم مرة. إيه ده إيه ده إيه ده يا جماعة اللي بيحصل؟ ده حرام والله. دي جريمة ضد حقوق الإنسان. والله بقى هو اللي جابه لنفسه. أنت ناوي تعمل إيه في الكلاب ده؟ مش عارف يا اياد. مش عارف ده ايه يا عم زيزو؟ هننشره طبعا. انشره فين يا اخويا؟ في التلفزيون يعني؟ لا هننشره على النت عشان العالم كله يشوف ويتفرج على الافتراء اللي بيحصل ده. ايوه بس كده يروح في داهيه رسمي. ما في 60 داهيه طالما فاسد ياخد على دماغه. ايه؟ ما فكرتش في الراجل اللي بيتعذب ده؟ ما تهدى علينا شويه يا عم الثوراجي. ما تهدى علينا انت شويه يا عم زيزو. طب اخويا قال له بقى لم لسانك قدام الراجل اللي مظبطنا. اهي مظبطنا دي بقى في حد ذاتها فساد. اوه انا زهقت من ام الكلمه دي بقى. يا ابني لازم يبقى فيه فقير وغني وغني وفقير. هي الدنيا كده. الغنى والفقر بيد ربنا. لكن لما الغني ياخد من بق الفقير عشان يغتني. ومين بس قال ان ده اللي بيحصل؟ الله الفقير ده يا اما غبي يا اما كسلان يا اما بقى راجل متواكل. يا سلام يعني انت بقى عايز تقنعني ان كل الشباب اللي مش لاقيين شغل دول يا اغبياء يا كسلانين يا متواكلين؟ هم اللي مش عايزين يشتغلوا. ما عندك انا اهو مثلا
من وانا عيل صغير قد كده شقيان في الشارع، حلمت ان امسك قرش، وده قانون ربنا خلقه في الدنيا، على قد ما تتعب بتاخد. انما اللي بتكلم عنهم دول بقى يا حبيبي قاعدين يحلموا ويشتكوا بس. ما هو لو كان في قانون يوزع الثروه بين الناس بالعدل ما كناش هنحتاج للبلطجيه والمشبوهين يقفوا واسطه بين دول ودول. الحق بيعرف صاحبه يا زيزو. ومين وكلهم يقفوا بين الاغنياء والفقراء؟ ومين يضمن لو اخدوا من الاغنياء هيصرفوا على الفقراء وما يحطوش في حساباتهم بره؟ واللي بيدفع رشوه عشان يمسك وظيفه حساسه لما بيبدا حياته المهنيه ما بيفكرش في اي حاجه غير انه يلم اللي دفعه وبس. مفيش حد بيدفع رشوه عشان يخدم البلد، انما لو كل الناس شالت ايديها وسابت القانون يكافئ المجتهد ويحاسب الفاسد البلد دي هتبقى اعظم واجمل من كده بكتير. طبعا، لكن بقى لما بس منك له ده الزباله اللي ماليه دماغكم انتوا الجوز دي. عليا النعمه انتوا لو ما تخصوني كنت بلغت عنكم وخلصت. انا هقول لك على حاجه اخيره يمكن تعرف تنقلها لبتوع الحزب بتاعك ده. وانا اقدر انقل كلامك ده؟ ارغي يا اخويا. اقسم بالله العظيم ان الناس دي عارفه ومتاكده ان هم فاسدين وحراميه، لان الضمير ده فطره زي الجوع والعطش كده. القطه لما بتخطف من قدامك حته سمكه بتجري عشان تاكلها بعيد لانها بتبقى عارفه انها سرقت، لكن لما بترمي لها انت راس السمكه بتقعد تاكلها جنبك. وهم طبعا مناصبهم مطمناهم وعاملين نفسهم مش سامعين صوت المحتاجين، لكن استفزازهم للناس بكسبهم عن التنميه والرخاء هيخلي الناس تندفع لحاجه واحده بس، الثوره. الله، قال لك ثوره. لو الناس عايزه تصور يا حبيبي كانوا صاروا من زمان. الكلام ده بقى كلام ناس مثقفين زي حالاتكم كده. والمثقفين بتوعنا دول عاملين زي تجار شارع عبد العزيز والموسك بالظبط، بيشتغلوا في المستورد والمبلول ويقولوا على بضاعه الخواجات اصلي والبضاعه الصيني مضروب، بس هم بقى ما عندهمش بضاعه من اساسه. والناس غلابه بتشتري الموجود، عشان كده بقى احنا ما عندناش خدمه ما بعد البيع. الكل بيبيع وخلاص يا عم وليد. يبقى خلي المثقفين بتوعكوا دول يشتغلوا من دماغهم، يفكروا في اللي شبهنا ويعملوا اللي يخصونا، عشان يبقى الاصل بتاعنا بقى اصلي. طب وزيدان الدوري هيسيبنا نقلب اللي اسمه زيزو ده؟ يا ابني ما انا قبل كده قلبت زيزو لصالح زيدان، وخليته كمان يشيل نصيب زيدان في القريه ديت، وهي كانت وقتها مش شغاله، واقفه. لكن دلوقتي القريه شغاله وليها اسم وافواج ونسبه الاشغال فيها عاليه. كل ده انا روان اللي عملته. انت بس ركز كده وظبط زيدان، وساعتها هيبيع زيزو واللي جابه زيزو. انا مش عارف هظبطك ولا ظبطه ولا لسه هظبط مين بالظبط. صدق انت مركز في حاجه كتيره قوي، انت كل ده شاغل نفسك بيه. ده انت حتى لو ظبطت 100 واحد فوقين كده كده انت الكسبان. وانا مش فاهمه يعني احنا جايين نفضل قاعدين في الاوضه؟ ما تيجي نطلع بره نشوف المايه ولا نشوف الدنيا. طب ما تيجي نلبس المايو الاول البتاع الفتل ده. مبقاش ياكل معايا. دكتورة لبنى لطفي؟ ايوه. حضرتك هتستلم ورق الطلاق وتمضي. طب لما صاحب القرية عارف ان هي شغالة وواثق فيكي قوي كده عايز يبيعها ليه؟ يا سيدي هو خطته كده، يشتري القرية ويشغلها شوية وبعدين يبيعها. وعلى فكرة زمانه دلوقتي قاعد مع المحافظ بيمضي عقد قرية جديدة برضو هيشغلها شوية وهوبا يبيعها. وطبعا مش هتنسيني. طول ما انت يا حياتي فاكرني عمري ما هنساك. طب ممكن اسالك سؤال؟ نو 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 ده وقت اسئله؟ لا. لما انتوا سمنا على عسل قوي كده
والراجل سدد لك ديونك وانقذك من السجن. عايزه تبيعي ليه؟ على فكره عيب جدا جدا اللي انت قلته دلوقتي ده، عشان ببيع له قريته وبمكسب كمان، ده اسمه بيزنس. طب تم جميلك بقى وظبطي لي زيدان الدوري عشان انا محرج منه. ايه ده ايه ده ايه ده، انت فاهم غلط خالص. زيدان الدوري تحديدا انت لازم تظبطه بنفسك، وما تنساش اللي اتفقنا عليه. هتقول له ان انت عرفت موضوع بيع القريه ده عن طريق واحده صاحبتنا مشتركه ما بيننا احنا الاثنين، لغايه ما تمضي وتسجل. ده انت بقيت لعيبه قوي. ما هو اللي ينزل الجبلايه يا عم ادبي لازم يتعلم الاردنه. ليك حق. انا بعت لك يا قنديل عشان نتكلم هنا على رواقه، بعيد عن دوشة المحمول والحاجات اللي عندك دي. خير يا اخوي؟ كان عايز اعرف انت دفعت الواد بهلول ده كام؟ دفعت له 40,000. نعم اخويا، بقى انا اقول لك 10,000 تدي له 40,000؟ ما انا مش هدفعك حاجه. قول لي بقى الموضوع اللي انت عايزني فيه. انا مش هنطول اقول اي كلمه الا لما اعرف مين اللي دفع الفلوس دي. زيزو ارتحت؟ خش بقى في موضوعك المهم. يبقى سنايد ادتهم له يا انديل. هتتكلم ولا قوم امشي؟ وبعدين بقى يا انديل انا مش ناقصك انت كمان، يعني يضحك على البيت وياخد فلوسها؟ لا بقى الافتراء حرام. سناء هي اللي عرضتهم عليه مره واتنين وتلاته، وخلاص الراجل خدهم وعمل محل، بقى عنده محل وبضاعه. ايه بقى الموضوع اللي انت عايزني فيه؟ خلص بقى. عايز ابلغك يا سيدي ان عاصم طلق لبنى بنت لبنى. لا حول ولا قوه الا بالله، دي ست الستات يا اخي، ما تتخيرش عن ابنك. وانا بقول لك كده يعني عشان لو شفتها ماشيه لوحدها واي حاجه دماغك ما توديش وتجيب. الحاجه الثانيه، الدوري بيه طلع زيزو من الاسم من عند عاصم، انت عارف انه قرش ملحق؟ يعني قليل ان ما وداه السلوم. هقول لك انا هنعمل ايه؟ هناخد هديه نروح نبوس دماغه عشان عاصم باشا. بس بقول لك ايه؟ هو طلعها يمين طلاق يعني ولا هيردها؟ بقول لك بعت لها ورقتها. والله يا ابني ما كنت اعرف لا انا ولا امه الا بعد ما حصل الموضوع ده. بس بقى عايز اقول لك حاجه بتاعت ربنا فعلا بجد، يعني هو مكتوب فوق لو خديجه المحمود هتبقى خديجه المحمود. ايه خديجه المحمود؟ ايه ده؟ اخو ياسين وبهية؟ سناء انت واقفه بقالك كتير؟ جوايا كلام كتير قوي ومش لاقي حد غيرك اتكلم معاه. طب تعالي ادخلي. بس انت شكلك كنت خارجه يا ست. انت اهم، تعالي. ده انا مبسوطه قوي اني شفتك. انا وانت همنا واحد، احنا بقى لازم ننسى همومنا دي بقى ونبتدي من جديد. يعني انت قدرتي تنسي عاصم؟ عاصم هو اللي نسيني. بالورقه دي خلاص انا بقيت حره. عاصم طلقك؟ عاصم فتح لي باب الزنزانه اللي دخلتها باختياري. كده تبقى مشكلتي كبرت ما صغرتش. مشكلتك جواك يا سناء وانت لازم تحليها. كده هتروحي تتجوزي زيزو وضيعه انا. يا ستي افهمي، انا لا هتجوز زيزو ولا غيره، ولو عايزاني انا اروح اكلمه هكلمه. اه والنبي صحيح، طب كلميه. هو انا مش عايزه اتجوزه علشان انا عايزه اتجوزه، انا عايزه اتجوزه علشان انا حاسه اني ضعيفه، حاسه اني عايزه اترمي في حضن امي واعيط، بس خايفه تقول عليا مجنونه. يا ستي افهمي، مفيش حضن هيداويكي غير حضنك، ولا ايد هتطبطب عليكي الا ايدك انت. افهمي بقى. كلمي والنبي كلمي.